في مصر وغدات التظاهرة المليونية الضخمة تتواصل والاشتباكات في ميدان التحرير. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من القاهرة مراسل ام تي في هشام مهران. هشام، ماذا عن الوضع الميداني أولا، وماذا عن الأزمة السياسية المتفاقمة على مدار الساعة؟ نعم، يعني فيما يتعلق بالتطورات الميدانية، فإن اعتصام القوى السياسية في ميدان التحرير في أعقاب المليونية الحاشدة التي كانت أمس، والتي اتخذت شعار للثورة شعب يحميها، هذا الاعتصام مستمر في ميدان التحرير، والذي تم فتحه بصورة جزئية أمام حركة السيارات. ولكن على مقربة من ميدان التحرير في ميدان سيمون بوليفار القريب من السفارة الأمريكية في القاهرة، هناك اشتباكات حادة ما بين قوات الشرطة والمئات من المتظاهرين الذين يقذفون قوات الشرطة بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وترد عليهم قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع. يعني حتى الآن ضبطت قوات الشرطة 18 متهما صباح اليوم من تسميهم بالعناصر المثيرة للشغب. أيضا شهد ميدان سيمون بوليفار واقعة مؤسفة عندما اشتعلت النيران في جسد مجند للأمن المركزي، ألقى عليه بعض المتظاهرين قنبلة مولوتوف ولكنه نجا يعني بأعجوبة الفقير. اليوم على صعيد التطورات السياسية، فإن المحكمة الدستورية العليا أصدرت بيان شديد اللهجة ضد اتهام رئيس الجمهورية لها بأن هناك تسريب للأحكام من جانبها، وقالت المحكمة أنها تتعرض لهجمة شرسة منذ حكمت ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وأن هذه الحملة ممن خسروا مقاعدهم ونفوذهم في شرع إلى جماعة الإخوان المسلمين. وطالبت أيضا رئيس الجمهورية الذي انضم لحملة الهجوم عليها حسب البيان واتهمها بتسريب الأحكام، طلبته بأن يقدم الدليل على هذه الادعاءات. وقالت المحكمة في بيانها أنها لن يرهبها تهديد أو وعيد أو ابتزاز، وأنها ستستمر في أداء دورها. المظاهرات التي عمت 14 محافظة مصرية بالأمس، يعني كانت أبرزها في مدينة المحلة الكبرى التي شهدت اشتباكات عنيفة بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين وبين المتظاهرين، وتحول الأمر إلى حرب شوارع بين الطرفين باستخدام البوليتوف والطوب والحجارة والصواريخ النارية، ووقع العشرات من الجرحى، عدد كبير منهم مصاب بطلقات خرطوش. أيضا في مدينة بورسعيد هناك 48 حالة إصابة في الاشتباكات التي جرت أيضا بين أنصار الإخوان ومتظاهرين، بينهم صبي أصيب بطلق ناري في ظهره وحالته أيضا سيئة. اليوم جماعة الإخوان المسلمين دعت أهالي الإسكندرية للمشاركة في ثلاث مسيرات ليلية حاشدة إعلان التأييد لقرارات رئيس الجمهورية والإعلان الدستوري. من ناحية أخرى أيضا، فإن رئيس ديوان رئيس الجمهورية السفير محمد رفاعة الطهطاوي يعني قال أن الرئيس لن يتراجع عن الإعلان الدستوري الذي تسبب في هذه الأزمة الحادة في مصر، وقال أنه في حال وصول الاعتراضات إلى مستوى العصيان المدني والعنف إن السلطات ستتعامل بحسم. أيضا ربما له تصريح سيكون مسار للجدل في الفترة القادمة عندما تحدث عن مؤيدي الرئيس مرسي هم أضعاف المتواجدين في ميدان التحرير، فيما يعد إلى حد كبير نوع من الحوار الاستقطابي الذي يعاني منه الشارع المصري هذه الأيام. هشام مهران، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات، كنت معنا من القاهرة. طبعا سنتابع كل التداعيات في تقارير مفصلة في النشرات اللاحقة. أن الوضع في مصر غير واضح، مقللة من مخاوف أن يصبح مرسي حاكما ديكتاتوريا، مشددة مطالبتها بإنهاء المأزق الدستوري. وقالت المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولند إن التشاور يتواصل مع مختلف الأطراف لفهم كيفية تقويمهم للوضع.